احلى راديو. صباح النور, صباح الخير الناس الكل, ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه. تحياتي لكم وتحياتي زادا للليكيب الكل. اليوم معنا ملك معلاوي, عزه وسليم في الاخراج الرقمي. ان شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل, غدوه المولد, واكيد تحضيرات العصيده والجو هذاك الكل ابدا, والاجواء الكل نعرفوها في تونس تكون في عاصمه الاغالبه في القيروان. دونك هذا اللي باش يكون موضوعنا اليوم, باش نخصوا سويعتين كاملين نحكيو فيهم على المولد. دونك بعد شويه عزة نسلم عليك برشا, قلت لي نخرجوا بوب, دونك فاصل صغير ونرجع معاكم. غراس ماتيني إليس الجيبسي على EFM أحلى راديو. العشاء و 14 دقيقة, مرحبا بكم من جديد للناس اللي مازالوا كيلتحقوا بينا. هذه غراس ماتيني من توا حتى النص نهار. في ساعتنا الثانية ضيفتنا باش تكون فلسطينية مقيمة في تونس, نحكيو معاها وخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف, نحكيو معاها على العادات والأجواء في فلسطين خاصة قبل 7 أكتوبر, ولكن زادة باش نحكيو على الأحوال والأوضاع في غزة. نحاولوا نتمنوا على أهالينا في غزة من خلال هاتف مباشرة, يجينا من غزة بعد شوية. كيف كيف زادة تتعايدة تكون حاضرة بطلتها بصوتها لحنين وتحكينا على أجواء المولد قبل الجيران, كيفاش كانت قبل في المناسبة هذه وبرشة حاجات, وخاصة زادة نحكيه على أنواع العصيدة في تونس. هذا وأكثر يستنى فيكم في ساعتنا الثانية من غراس ماتيني. لكن البداية باش نحكيه على مشاكل الكياسات في تونس اللي ما توفيش, وخاصة زادة باش نرجعوا على حادثة صارت الجمعة هذه وحكيت عليها الناس الكل, خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي البراكاج اللي صار في الزهروني, ولحسن الحظ تم إلقاء القبض على المجرم, لكن هذا الكل بفضل كاميرا وثقت الحادثة هذه. دونك الداش كام أو الكاميرا اللي كنت نحكي لكم عليها, هل هي ممنوعة في تونس أو لا؟ هل هي حقا يعني تمس بين المعطيات الشخصية للمجرم؟ هذا اللي تقال برشا الجمعة هذه. دونك هذا موضوعنا, مشاكل الكياسات, وأكيد زادة باش نحكيه على العودة المدرسية واستعدادات الدولة خاصة في الكياسات وفي المرور. برشا حاجات باش نحكيه عليهم. زادة باش نرجعوا على حكاية تهم التوينسة برشا, خاصة اللي يعملوا النافيت كوليوم اللي هو الكوفاتوراج اللي موجود برشا ويتعاملوا به برشا في البلدان الأخرى, لكن في تونس الكوفاتوراج هل هو ممنوع وإلا لا؟ وين وصلنا في الموضوع هذايا؟ هذا اللي باش يجاوبنا عليهم الأسئلة هذه توت سويت سي مراد جويني اللي كان ضيفنا الجمعة اللي فاتت. زيدا سي مراد اللي حكينا معاه على برشا حاجات, ومازلنا مشاكل كياس كما قلت ما توفاش. دونك سي مراد بحثنا مرة أخرى باش يجاوبنا على التساؤلات هذه الكل, نرحبوا به قبل كل شيء. صباح الخير سي مراد. ماركم سعيد مبارك ليك ناس وكل فريق العمل معاك وكل مستمعي راديو إي إف إم. مرحبا بك, شو أحوالك سي مراد؟ الحمد لله يا ربي. جبناك نهار السبت وغدوة مولد والعصيدة نصور التحضيرات في دارك. مادام عندنا المعلومة نجم نعطيوها للمستمعين وبقية مستعملي الطريق, احنا على ذنبة في كل وقت. أكيد به. البداية سي مراد, مادام نحكيو على المولد دونك نقولوا ديما القروين المولد, برشا ناس تروح القروين ولا تمشي تحتفل بالأجواء هذيا في القروين. حالة الطرقات توا سي مراد في القروين كيفاش؟ صحيح, هو على مستوى ولاية القيروان وقعت معناها أخذ عديد الاحتياطات. نعرفوا احنا في مثل هذه المناسبات باش تكون فما كثافة معناها في من الزوار على مستوى ولاية القيروان, وبالتالي وزارة الداخلية وكذلك على مستوى الجهوي ولاية القيروان اخذوا عديد التدابير, من ضمنها معناها مش نقول الغلق وانما معناها التمركز نتاع اعوان حرس وشرطة المرور في مداخل ولاية القيروان. طبعا باش ناخذوا بعين الاعتبار كذلك الكثافة معناها ما بين الليلة وما بين غدوة, معناها باش تكون موجودة على مستوى الولاية وعلى مستوى بعض المعاليم الدينية واللي من شأنها معناها باش خلص شوية الحركة على مستوى المتراجلين. وين خذات الصورات الجهوية خذات التدابير وين باش تخلي معناها عديد الأماكن باش تكون خاصة بالمتراجلين حتى يتعدى الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في أحسن الظروف.
سيما نعرفوا اللي فما عديد المرتدين خصوصا في مثل هذه الفترات اللي يمشيوا للولايه القيروان، فبالتالي حتى اونامون زاد كذلك على مستوى عديد الولايات المجاوره كسوا سوسا والغيره من الولايات باش تقع معناها عمليه التمركز، معناها حتى ما نلقاوش معناها برشا سيارات على مستوى الولايه، وبالتالي باش نخليو المجال الارحب الى المترجلين. ونعرفوا زاد كيف كيف الحركه الاقتصاديه اللي في مثل هذه المناسبات اللي معناها تتميز بها ولايه القيروان، ان شاء الله معناها التدابير هذه تاخذ الاكل نتاعها وتعطي الاكل نتاعها خصوصا في مثل هذه المناسبات ونجدوا فيها اقل حوادث. واضح. بي سي مراد، انت كما قلت كنت ضيفنا الجمعه اللي فاتت وحكينا على برشا مشاكل في الكيس وبما فيهم الرادار، وعطيتنا كنت رقم قلت هاكا هذا الرقم اللي يمشي سور، معناها كي تكلموا تنجم تعرف الخطايا نتاعك، هل فما خطايا تسجلت، هل ما فماش خطايا، ومحينوا بالوقت معناها ما في شك. لكن لي كومونتير يذولي في لي ريزو سوسيو قالوا لك سي مراد ديما النمرو هذايا نكلموه لكن ما نتحصلوا على حد شيء، ما نتحصلوش على الرد. هو صحيح راهو في تفاعل مع زوار ومواقع التواصل الاجتماعي، رينا معناها عديد لي كومونتير، فبالتالي ماذا بينا مش باش نعملوا توضيح وانما باش نزيدوا نعطيوا اكثر معطيات، لانهم الرقم هذاك اللي هو يهم مصالح الماليه فيه دي ليني جروبي، دونك تنجم تطلب انت المره الاولى والثانيه ما تحصلش عليه، المره الثالثه لازم باش تتحصل عليه، وبالتالي احنا علاش عطينا الرقم هذاك، لانه الرقم اللي هو يسهل لك انت معناها المعرفه نتاع عندك الخطايا ولا ما عندكش. نجم نمشيو على الموقع نتاع الفينانس بوانتيان، وبالتالي نعرفوا كما كنا حكينا الاسبوع الفارط اللي ما تقعش فيه مثلا العمليه نتاع اللاب تو ديت معناها اليا فوالا تحيين، فبالتالي وقت اللي عطينا الرقم هذاك كان يمكن يكون اسهل. بطبيعه الحال على مستوى معناها لي كومونتير نتاع مواقع التواصل الاجتماعي احنا نتفاهموا بطبيعه الحال، يمكن لي كومونتير نتاعهم في بعض الاحيان زاد فما دي كومونتير اللي يقول لك بار اكزومبل راهو طلبناه نهار واثنين وثلاثه. احنا جربنا معناها يمكن حتى كنت تحب نجربوا توهوني في استوديو ونشوف نطلبوه الرقم هذاك ونلقاوه يعطي المعلومه شويه وصعبال، ولكن المعلومه راهو اليا تلقاوها على الرقم، نزيد نعاودوه 81. علاش نتعبوا سي مراد، علاش نتعبوا باش نتحصلوا على معلومه؟ والله شوف خاطر هما سوسون دي ليني جروبي، واذا كان نلقاو معناها الصعب في معناها اخذ المعلومه، لانها وقتها كيف ما نلقاو معناها في عديد ليني اخرى تلقاها مثلا الكثافه معناها نتاع الطلب وقتها تكون كثيره على الرقم هذاك، وبالتالي زاد هذاك هو اللي صعب العمليه نتاع كون احنا باش نتحصلوا عليهم شويه، نوسعوا بالنا شويه، ولكن المعلومه راهي موجوده اكيد على الرقم هذاك. ميساج نوسعوا بالنا شويه ونعاودوا نذكروا به سي مراد النور 81 100 700 81 100 700. ونشكر زاد كذلك معناها المتتبعي وسائل التواصل الاجتماعي على التفاعل نتاعهم، لانه هما موضوع حياتي معناها يهمنا كل يوم كما حكينا قبيله في الاوفرا، والموضوع نتاع الوقايه من حوادث الطرقات هذا شان يومي، والشان هذا هو اللي خلينا باش نعطيه اكثر نصائح واكثر معلومات لمستعملي الطريق حتى يكونوا معناها على عبره ويكونوا على معرفه من بعض المسائل الحياتيه واللي تهمهم يوميا في استعمالهم للفضاء المروري. واضح، شكرا على التوضيح سي مراد. نرجع كما قلنا سي مراد توا نحن بمناسبه المولد النبوي الشريف، برشا ناس تروح للولايات اللي مسقط راسهم معناها باش يحتفلوا مع العائلات، وبرشا يتوجهوا للقروين. معطينا سمعت المعلومه اللي فما اكثر من مليون زائر في القيروان، وين هذوما الكل سي مراد؟ الاكيد مش الكلهم بكرهبهم، فما اللي يجي في لواش، فما اللي يجي في كرهبته، وفما زاد اللي يستعمل الكوفواتوراج. صحيح صحيح، هو بالنسبه للكوفواتوراج خلينا نكونوا واضحين، احنا وفقا للقانون اللي موجود في مجال الطرقات هو راهو ممنوع، لان المخالفه نتاعو هي حمل اشخاص في وسيله غير معده للغرض. نعرفوا اللي فما ابار الكوفواتوراج ولا ابار السيارات هذه، فما بالمناسبه نتاع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف هناك عديد الرحلات وعديد ليزاجونس دو فواياج اللي هما معناها يعملوا معناها في مثل هذه المناسبات الرحلات الى ولايه القيروان، فبالتالي المواطن ولا اللي يحب يمشي يحتفل ماذا به يختار مثلا الوسائل اللي هي تكون اضمن له معناها الله لا يقدر في صوره الوقوع نتاع الحادث، ولكن زاد في بعض الاحيان الاخرى اذا كان نلقاو زاد في مثل هذه المناسبات نلقاو كم كبير من السيارات وكم كبير من العائلات اللي تحب تعدي الاحتفالات بالمولد في ولايه القيروان. نعرفوا زاد كذلك اللي فما هناك حركيه سياحيه في النهارين هذوما اللي باش تصير، ونعرفوا بحكم الممارسه اللي في بعض الاحيان فما ضغط كبير على المؤسسات السياحيه واللي تخلي معناها الولايات المجاوره هي اللي تستوعب معناها السياح هذوما، ثم في مرحله ثانيه باش يمشيو الى الولايه باش يحتفلوا. دونك هذو المعطيات اللي احنا نعطيوهم حتى يبدا المواطن ولا مستعمل
الطريق يبدأ على علم معناه بما له وما عليه في مثل هذه المناسبات، حتى الله لا يقدر إذا كان وقع الحادث ولا كذا ما يضيعش الحق نتاعو. دونك نرجع للموضوع نتاع الكوفواتوراج، هو بالقانون راهو ينجم يكون في تونس معناها ماهوش مدرج ضمن معناها القوانين نتاع مجلة الطرقات، ودايور فرصة هي باش معناها نرفعوها إلى سلطة التشريعية على مستوى عديد الهياكل على غرار وزارة النقل ولا عديد زاد كذلك البلدان المجاورة، واللي احنا قاعدين ناخذوا في التجربة نتاعهم على غرار القطر الفرنسي واللي هو على مستوى الكوفواتوراج، يشجع زاد كيف معناها السواق، يشجع معناها ماديا نقولوا نحن، حتى معناها يقع معناها تخفيف الضغط على الحركة المرورية من ناحية، ومن ناحية ثانية زاد كذلك هو يكون عنده منفعة لأن يمكن المقدار المالي نجمه نعطيه اللي هو ما يقارب 330 دينار تونسي اللي هو 100 يورو اللي هو معناها يستعمل في الكوفواتوراج. طبعا باش تكون هناك آليات معناها قانونية يلزم يكون يعلم هو معناها السلطة اللي هي معناها في موجودة في المكان اللي هو يقطن فيه، وبالتالي معناها باش تكون هناك العملية مقننة. علاش لا ما يكونش القانون زاد كذلك هوني في تونس واللي نعرفوا راهو هما معمول به، وقاعدين نشوفوا في عديد السيارات اللي هما يعملوا في الكوفواتوراج في تونس، ولكن حان الوقت اللي كونه يلزم يكون فيها قانون حتى كما نقولوا احنا نخفوا الضغط خصوصا على مستوى مداخل العاصمة، لأن تو نعرف على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة ولا مستوى الطريق سيارة أربعة ولا مستوى المخرج الجنوبي للعاصمة فما ضغط كبير اللي باش نشهدوه، واحنا زاد كذلك قادمين على عودة مدرسية، فبالتالي ماذا بينا ناخذوا المواضيع هذه بعين الاعتبار، وعلاش لا ما نكونوا زاد كذلك احنا معناها مواكبين معناها لمثل هذه السلوكيات واللي هي في الحقيقة ما لازمناش نخليوها سلوكيات سلبية، علاش لا ما نستوعبوهمش احنا هذوكم وتولي سلوك معناها مقنن بالقانون. Justement, si Mourad, tu as dit qu'il y a un ضغط في الكياسات, le covoiturage, زيد حتى على المستوى المادي, الناس تولي تدفع أقل, وعلى المستوى البيئي زيد أقل كهرباء في الكياس, وكما قلت لي في فرنسا هذايا يتعاملوا معها برشا حكاية الكوفواتوراج, معناتها ديما تلقى في تونس زيد فما برشا جروبات سي مراد حتى على لي ريزو سوسيو يحط لي جروبات شكون باش يمشي من عرش هنا يعمل من مكان A إلى مكان B, دونك موجودين ثم لي سيت ولا لي باج نتاع الكوفواتوراج. علاش لا كيف ما قلنا قبيله يقع التقليد نتاعهم على خاطر احنا تو خلينا نكونوا واضحين راهو هذوما لي سيت اللي موجودين صحيح هما قاعدين يأديوا في حاجة قاعدين يأديوا معناها في خدمة للراكب ولا اللي باش يكون معاه، ولكن راهو تقعد ديما في إطار الغير القانوني. دونك احنا علاش جبدنا الموضوع هذا اليوم، علاش صورات الاشراف ما تاخذش الموضوع هذا بعين الاعتبار وتعطيه الاهميه وتحاول هذا كذلك باش تكون مواكبه لعديد الدول اللي هي معناها الكوفواتوراج بالنسبه لها هي موضوع قانوني ويعطيك الحق فيه القانون باش تستعمله. ولا بما انك سي مراد انت خبير في السلامه المروريه عندك شي معلومه هكا باش يبداو معناتها باش يبداو ياخذوها بعين الاعتبار الحكايه هذه نتاع الكوفواتوراج في تونس؟ شوف هما المعلومات واضحه راهو اذا كان احنا توا اذا كان ناخذوا عديد السلوكيات على غير سواق الدراجات الناريه والكوفواتوراج هو موضوع موجود. مثلا ناخذ احنا انكا ديكزامبل اللي فما مواطن يسكن في ولايه بنزرت وباش يهبط لتونس، دونك اليا اذا كان يخمم حتى في الكلفه مثلا الاقتصاديه اللي قداش باش تكلفه الهبطه من بنزرت لتونس، فبالتالي يقول لك انا كيف نركب معايا زوز ولا ثلاثه من الناس نجم نخفف على روحي الضغط المادي هذاك. احنا نجموا نبنيوا على الشيء هذايا ونجموا نعملوا معناها نحاولوا باش نبداو معناها نضعوا الاليات القانونيه حتى معناها تكون فيزافي القانون، لان نعرف راهو في بعض الاحيان اذا كان حتى على مستوى التامين راهو اذا كان تكون انت في سياره بار اكزومبل فيها زوز اشخاص وهي سياره معناها تكون فيها كان ثلاثه اشخاص وانت تركب عليها زوز ولا ثلاثه من الناس اخرين، فبالتالي الحق نتاعك في التامين يضيع. هذا معناها مشكل من المشاكل اللي احنا نحاولوا نطرحوهم من خلال معناها اي فهم، وعلاش لا مثلا ما يكونش تحرك من صوره الاشراف حتى كما قلنا قبيله نعطيه القانون هذايا ما معناها يلزمه من آليات حتى تصبح العملية هذه مقننة، وبطبيعة الحال كما قلنا قبيلة رأي إذا كان باش يقع القانون هذايا معناها النظر فيه رأي باش تخفف الضغط كسوة على الكلفة المادية وإلا الكلفة الاجتماعية وإلا الكلفة البيئية زي كما قلت أنت قبيلة معناها حتى في التقليص من عدد السيارات اللي هي معناها طبعا باش تكون معناها بالمقارنة مع العادي باش تكون عدد قليل مقارنة، ولا باش نزيد نخفف الضغط على كما قلنا قبيلة على مدى
داخل العاصمه، لان هي زاده في بعض الاحيان واحنا داخلين على عوده مدرسيه باش ننتظروا، كون باش يكون فما ضغط كبير على مستوى المداخل هذه، علاش لا ما يقاش النظر فيه القانون هذا؟ ولو انه هو توا في المناسبات خاصه في في معناتها في الفتره هذه كما قلنا عنا فما مناسبه المولد النبوي الشريف، التعريفه تكبر سي مراد في الكوفاتوراج، معناتها فما استغلال حتى في الحكايه هذه اللي هي ديجا حاجه مش قانونيه، ولكن فما ناس تزيد في التعريفه على خاطر في المناسبات هذه يعرفوا لي ما فماش لواجات، ما فماش وسائل نقل متاحه توا للمواطن في المناسبات هذه، دونك يزيد في التعريفه. شوفوا راهو احنا دونك هذولي العقاب سامحني باش يولي فوا دو هكا. اي بحكم الممارسه هي كما قلنا قبيله راهو هي الخطيه نتاعها ولا العقوبه نتاعها هي حمل اشخاص في سياره غير معده للغرض وهي مخالفه جبهه، تروح معناها المقدار نتاعها من 300 الى 700 دينار. احنا نحبوا زاده يمكن في المقابل في مثل هذه المناسبات ولا غير من المناسبات الاخرى نلقاو معناها حتى على مستوى النقل العمومي كسواء المنتظم والغير منتظم، ساعات نلقاو الطلب اكثر من العرض، وهذا ما يلز معناها المواطن كونه باش يستغل مثلا مثل هذه الوسائل. احنا ننصحوه نقولوا له الوسائل هذه راهي معناها حتى على مستوى القانون راهي غير مرخص فيها، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه زاده ذلك على يقدر كيف ما قلنا قبيله معناها في صوره الوقوع نتاع الحادث راهو انت المسؤوليه نتاعك تنجم تكون غير مضمونه، فبالتالي يمكن زاد في المقابل السلطات معناها اللي هي معناها يشملها القانون باش هي تعمل الحافلات ولا تنظم الحافلات ولا المواقيت نتاع الحافلات تزيد تعمل معناها حافلات معناها استثنائيه، وهذا قاعدين نلاحظوا فيه راهو معناها في عديد المناسبات تلقى الرحلات الاضافيه مقارنه بالرحلات العاديه، ولكن ديما يقعد الطلب هذاك معناها كبير. ما فيش شك زاد فما عامل اخر لازم ناخذوه بعين الاعتبار، وهذا في عديد الشركات نتاع النقل نتاع كسوا النقل الجهوي ولا فما العمليه نتاع لا ريزيرفاسيون الافونس، دونك انت مثلا باش تسافر في النهار الفلاني في التوقيت الفلاني تدخل مثلا للسيت والا تدخل للموقع الويب موجودين هذوما لا ريزيرفاسيون تنجم تخلط زاد حتى بالكارت بانكير. هذا اذا كان ما فماش رانا نمشيو نتنقلوا احنا للمحطه، وراني انا مثلا اليوم نهار الاحد راني باش نسافر نهار الاربعاء ولا نهار الخميس، او كان تبدا التذكره نتاعي الافونس وبلاصي الافونس تخديتها. هذا زاد كيف كيف راهو يدخل في العامل نتاع التوعيه والتحسيس والثقافه المروريه، لان ما نقعدوش احنا ليل تصلى الله وقت اللي احنا باش نقصدوا ربي نمشيو باش ناخذوا الحافله وكيك نلقاو الطباوير الكبيره معناها نتاع الحافلات، فما شيء اللي قصد تذكرته ومشى ولكن شيء الاخر يقعد في الليست تونت حتى يشتي نلقاو شي حافله والا حافلتين، ساعات نلقاو الحافله ما نلقاوش السايق وساعات نلقاو السايق وما نلقاش الحافله، دونك هذايا الكل راهو كيف نعطيو احنا بعض المعطيات هذه هي راي تسهل لنا معناها تعاملنا مع وسائل النقل، وتسهل لنا زاد كذلك الطريقه نتاع السفر في بلاصه اللي باش تقعد انت سبعة ولا ثمانية سوايع سفر تنجم بالطريقه هذه، وشويه راهو تخدم مخ معناها كيف انت باش تمشي تتقيد ولا باش تمشي تعمل اي حاجه تخدم مخك دون لو سونس شويه نظام ولا دون لو سونس اللي انت انا فرونس تلقى روحك انت بلاصتك معناها مضمونه وخالصه وامورك مليحه. واحنا نحكيو على وسائل نقل سي مراد، زيدا لازمنا نحكيو على الواجهات اللي وكما تعرفوا عنا في راديو اي اف ام عنا باج اي اف ام انفو ترافيك اللي يهبطوا فيها ديما الحوادث مشاكل الطرقات لومبوتياج، دونك من الحوادث ديما نلقاو الاغلبيه الوقت ديما نلقاو الواجهات سي مراد الواجهات ديما تعمل حوادث تتسبب في حوادث ولا تكون هي ضحية حوادث، علاش معروفين بالسرعة معروفين بالتهور علاش ديما فما الواجهات سي مراد فما حوادث؟ أخزر احنا ساعة خلنا نحكيو من مبدأ الإحصائي لأن وقت اللي باش نحكيو على السواق معناتها النقل المنتظم والغير المنتظم، طبعا راهو احنا لازمنا تكون عندنا معناها الإحصائيات اللي هي معناها باش تعطينا التوجه وين نجموا نمشيو. دابور اذا كان باش نحكيو على مستوى الاحصائيات باش نلقاو راهو السياره الخفيفه هي في المرتبه الاولى اللي هي تعمل الحوادث، تليها في المرتبه الثانيه باش نلقاو الدراجه الناريه، ويكفي كون باش نقول الدراجه الناريه بالنسبه للحوادث نتاعها قتيل على ثلاثه هو سائق دراجه ناريه. اذا كان باش نمشيو للنقل المنتظم والغير المنتظم رانا ماناش باش نلقاو فيهم برشا، لانهم معناها هما سو سون دي كوندكتور بروفيسيونيل معناها هما بلغه اخرى واللي يسمع فينا تو هما ناس قاتله الطريق، تعرف معناها الطريق مليح حافظته الطريق مليح سونو لي سيركوي بطبيعه الحال نعرف اللي فما عديد السواق اللي هما معناها يجوبوا كامل تراب الجمهوريه في اطار الرخص نتاعهم، وبالتالي معناها هما يكونوا اولى واحرى ويكونوا مثقفين الاولانيين في استعمالهم للفضاء المروري. تقعد الاستثناءات اللي في بعض الاحيان نشوفوا معناها بعض السواق سواء على مستوى
النقل الجماعي ولا النقل الريفي ولا سواق الوجات. نقول احنا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه لانهم يعرفوا معناها السياقه نتاعهم ويعرفوا ذلك كذلك المقدار معناها نتاع الخطايا ويعرفوا في عديد الحالات اللي سايق راهو نتاع اللواج حتى في صوره ما مثلا باش يعمل سفرتين ولا ثلاثه يزم يقرا حسابه هو زاد كيف كيف وهذا معناها هما يعرفوه اكثر مني انا لانهم هما معناها اهل الميدان. فما زاد البدن اللي هو ما عادش يجاوب مثلا كي ناخذوا احنا سفره من تونس الجابس ما تنجمش تعملها انت في لواج مرتين ورا بعد ما حنعرفوا معناها حتى بحكم المسافه اللي من تونس الجابس فما 500 كيلومتر دونك ال 500 كيلومتر هذوكم انت راك باش تعملهم معناها في ثلاثه ولا اربعه مرات ونعرفوا معناها الفتره نتاع السياقه والفتره نتاع الراحه اللي يلزم ياخذها السائق. دونك احنا يمكن نعطيهم بعض نصائح زاد كيف خصوصا على مستوى الاشخاص اللي هما زاد هما في عودتهم لانهم هما مسؤولين عليهم معناها باش ينقلوهم من مكان الى اخر كيف ما زيتوهم بالمحطه لاباس ان شاء الله توصلوهم لاباس. فوالا ميرسي يعطيك بصحة سي مراد. توا خلينا نرجع على الحكاية اللي كما قلت جمعة كاملة يتحكي عليها فما اللي ولا مشهور الإنسان اللي ولا مشهور واللي عمل البركاج في الزهروني لكن لسوء حظه البركاج هذا تم توثيقه بالدشكام مواطن كان في سيارة ورا السيارة اللي صارت لها البركاج ووثق الكاميرا اللي عنده وثقت الحادثة هذية وفي ظرف يظهر لي نهارين تم إلقاء على ظرف وجيه هو تم القاء القبض عليه طبعا هو معناها وقت دولة مواقع التواصل الاجتماعي دولة معناها الفيديو هذيك تحركت الوحدات الأمنية ونجم أن نعطي معلومة دايور قلتها في إذاعة أخرى اللي هو تم القبض عليه لجور مام وتم إعطاء إرجاع الهاتف الجوال إلى معناها السيد اللي هو افتك منه. ولكن احنا يمكن موضوعنا اليوم حول معناها التنزيل متاع مثل هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فما شقين. الشق يقول لك لو كان مثلا ما هبطش الفيديو هذاك ما تحركتش الوحدات الامنيه ولهنا مش باش نقول لولا باش نشكر الوحدات الامنيه لان هي قاعده تقوم بواجب معناها في الحفظ معناها نتاع الامن العام. الشق الاخر يقول لك فما حمايه المعطيات الشخصيه وهذا بطبيعه الحال بعد ما تم الاتصال ب سي شوقي قداس اللي هو كان على راس الهيئه نتاع حمايه المعطيات الشخصيه يقول كون معناها يلزم يكون عندك انت لوتوريزاسيون ولا عندك الموافقه من عند السيد اللي تمت عليه العملية وبالتالي معناها تنجم تهبط. شنو اللي يصير معناها في مثل هذه الحالات اللي صور معناها بالفيديو يلزم هو يهز الفيديو هذيك الوحدة أمنية وهي تاخذ على عاتقها معناها العملية متاع القبض على اللي قام بالعملية. هذا هو النتيج اللي صار. ولكن احنا نعرفه في عديد الحالات وعديد الفيديوهات دايور اللي قاعدين نشوفوا فيهم على غرار الفيديو متاع البركاج اللي صار إذا كان ولات يمكن كذلك نوعا ما وسيلة ضغط هي معناها حتى تقع المتابعة متاعها معناها من طرف متتبعي وسائل التواصل الاجتماعي حول النتيجة متاع أكل فيديو هذاك. وهذا هو دايور اللي صار. ولكن احنا طبقا للقانون يقول حاجة والفيديوهات تقول حاجة علاش لا ما يقعش مثلا إعادة النظر في مثل هذه القوانين حفظا زاد كذلك للمعطيات الشخصية متاع السيد اللي هو محل الفيديو هذاك. فوالا دونك الضجه اللي صارت على مواقع التواصل الاجتماعي فما اللي يقول لك هذا المس من المعطيات الشخصيه نتاع المجرم علاش تشهروا بالمجرم وعلاش الفيديو هذايا فيها تشهير للمجرم هذايا عقب على القانون. انت هوني سي مراد تقول لي ليه راهو لازم تكون فما ياخذوا اوتوريزاسيون من عند الشخص اللي تبراكه معناه اللي وقع عليه البراكه جاي بلاش احنا حتى على مستوى المجرم احنا مانيش باش نحكيو عليه لانه هو ذاك قام بالعمليه نتاعو بالعكس هو الفيديو هي اللي سهلت تلقى القبض عليه. ولكن احنا وذي طبعا بطبيعة الحال وفقا لهيئة حماية المعطيات الشخصية يقول لك انا يا خويا لوتوريزاسيون يلزم ناخذها من عند السيد المعني بالامر باش انا نجم نهبط الفيديو هذيك. في حالة أخرى إذا كان تمت الفيديو نعاود نقولوها إذا كان صورنا احنا بالفيديو نهزوها لأقرب وحدة أمنية وهي بتاخذ على عاتقها معناها عملية التفتيش متاع الجاني واللي هي بطبيعة الحال كما قلنا قبيلة راي صارت في وقت وجيز وتم إرجاع المحجوز والهاتف إلى ملاهبنا. خلينا نرجع لحكاية الدشكام ولك الكاميرا الموجودة في الكرهبة اللي المواطن ذي حتى في كرهبته ووثقلنا البركاج شفنا راي تصورت بهاتف جوال لو كان نكونوا واضحين ما يش بدشكام على خاطر احنا يمكن الثقافة متاع الدشكام ما زلت ما عندناش احنا في تونس لهنا. ولكن إذا كان
نزيدوا نتعمقوا شويه. واللي انا شفته معناها في عديد المواقع اللي هي معروفه على مستوى سورتو روسيا اللي هما معناها عندهم ثقافه الداشكام، علاش يعملوها الكاميرا هذه؟ لانهم يحبوا يوثقوا معناها بعض السلوكيات اللي موجوده على الطريق حتى يشتي نوصلوا الى الحوادث، واللي من خلالها هي معناها باش تكون وسيله اثبات كونه معناها السيد هذاك عنده الحق معناها وقت اللي صار الحادث والا لا. هذا بطبيعه الحال طبعا الى جانب بعض السلوكيات نعرفها على مستوى الدريفت وعلى مستوى بعض السلوكيات الاخرى زاد كيف كيف اليوم ولات عندهم ثقافه ولات عندهم تقاليد فيها، ولكن مشاو فيها معناها في بعض الاشواط الى كونها تكون وسيله اثبات معناها بالنسبه لبعض السلوكيات والوقوع في الحوادث حتى معناها يظهر الحق اما هو عنده الحق والا ما عندوش الحق. ولا اي في تونس شنو يقول القانون سي مراد عداش كام؟ معناتها المواطن عنده الحق يحط كاميرا في كرهبته باش يحمي روحه ويحمي زاد غيره. هو شوف زاد راهو يلزم تكون وفقا للقانون، راهو يلزم تكون وفقا لمجله الطرقات ويلزم يكون منصوص عليها في مجله الطرقات اسكو انت بالمجله عندك الحق ولا لا. وهذا معناها كيف ما قلنا قبيله معناها احنا نحكيوا على الكوباتوراج، فما عديد المسائل الاخرى اللي ماذا بينا زاد كمجله الطرقات تكون هي معناها محينه وفقا لمتطلبات العصر. احنا نعرفوا في بعض الاحيان هناك السيارات الذكيه اللي وقت يبدا فما ترسائج نتاع طريق السياره هي بيضة هذيك انت اذا كان هربت على اليمين والا على اليسار هي تعاود ترجعك اليا في سرعه معينه. بطبيعه الحال نعرفوا زاد كذلك في بعض السيارات اللي هي راي السياره انت تنحي سقيك من الامبرياج والاكسليراتور وهي اليا معناها بالتراجكتوار تعرف روحها وين بتهزك من نقطه ا الى نقطه ب. هذا الكل يلزم ناخذوه بعين الاعتبار ويلزم تكون زاد كذلك عندنا رؤيه معناها مستقبليه لشنو يستنى فينا على مستوى الوسيله على مستوى الطريق هذا كذلك ولا على مستوى بعض المعارف للسائق واللي هم ثلاثه هذوما يتشاركوا في استعمالهم للفضاء المروري، ولا لولاهم هم ثلاثه ما كانتش فما مجال الطرقات ولا ما كانتش فما بعض المخالفات، لانه هم ثلاثه هذوما هم اللي قاعدين من ناحيه السياره اللي هي معناها توصلنا من مكان الى اخر. طبعا هي معناها باش تكون محل حادث، من ناحيه السائق اللي هو هذا كذلك في الكومبورتمون نتاعو اللي هو زاد اليا باش اذا كان عملنا افراط في السرعه ولا اذا كان استعملنا هاتف جوال ولا إذا كان استعملنا مخالفة السهو وعدم الانتباه آليا زاد كذلك باش توصلنا معناها إلى اللي قدر الوقوع الحادث. وكذلك الطريق اللي هو في وقت ما يلزم يكون هو يحميك من الوقوع من الحوادث، وهذا اللي قاعد يخدم فيه زاد كذلك هيكل المرصد الوطني لسلامة المرور خصوصا في عديد الطرقات اللي هي تخليك معناها اللي قدر يرضيك إذا كان أنت باش تكون معناها محل حادث ولا ارتكبت مخالفة يولي الطريق هو اللي يرجعك معناها كيف ما ترجعك السيارة الذكية، واللي احنا زاد كذلك حان الوقت اللي حتى على مستوى مجلة الطرقات تكون المجلة هذيك مواكبة لمتطلبات العصر اللي احنا قاعدين عايشين فيه. طبعا واضح، ولو انه السي مراد وانت تحكي والله معناها انا نقول اللي اكثر فئه مستحقه للداش كام للكاميرا اللي هي التاكسيات اللي هما ديما نعرفوا معارضين للبركاج، معارضين للسرقه، معارضين برشا حاجات. دونك علاش لي يوليو حتى ينجموا القانون يولي يلزم اصحاب السيارات الاجره انهم يحطوا كاميرا كيكا حفاظا، معناتها يحافظوا على سلامتهم وزيدا هكا فماشي اكسيدون فماشي حاجه يتم التوثيق. هو اذا كان باش ناخذوا راه ما ناخذوش التاكسيات صحيح، ومعناها قاعدين يتعرضوا نجم تقول يوميا الى مثل هذه الممارسات، ولكن زاد هناك سواق النقل المنتظم والغير المنتظم كسواء اللواج ولا النقل الجماعي ولا النقل الريفي، هذم الكل معناها قاعدين هما يتعاملوا اليا ويوميا مع المواطن. وعلاش قلت راهو قبيله حتى اذا كان جبدنا على مستوى مجله الطرقات وهي فرصه دايور معناها باش ناخذ الموضوع هذا بعين الاعتبار، لازم تكون عندنا رؤيه مستقبليه لشنو اللي يستنى فينا حتى على مستوى تطور الجريمه، على مستوى تطور الشبان، على مستوى وتطور السياقه. يلزم زاد ناخذ في المقابل لو فانداليزم معناها اللي هو باش يتطور اليا، فبالتالي لازم تكون فما عندك زاد كذلك انت الاليات اللي هي تحيل دون الوقوع في مثل هذه الممارسات. وطبعا نعرفوا حتى على مستوى التاكسيات واللي هم عندهم تمثيليه كبيره على مستوى عديد الجروبات اللي نشوفوا فيهم في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال سرقه بعض السيارات الاجره، واللي هم ككوميونيتي معناها يتجندوا الكلهم باش يحاولوا يلقاوا السياره نتاع زميلهم. علاش لا ما تكون زاد ذلك وسيلة ضغط إلى آخذي القرار حتى يأخذوهم بعين الاعتبار مثل هذه الملاحظات، لأن فيها زاد كذلك في المقابل فيها ضمانة لي معناها مصلحتهم هما ولي حياتهم هما وحياة الراكبين اللي معاهم. ولا
واضح ان شاء الله ربي يقدر الخير. باهي مراد، مازلت نحب نستغل وجودك كخبير في السلامه المروريه. برشا اسئله هما الحقيقه مش اسئلتي انا، هما اسئله المواطنين اللي ديما نقرا فيهم خاصه على الباج نتاعنا يا فيما فوت خفيك. فما اللي يقول لك سي مراد البلوتوث، البلوتوث اللي في الكهرباء، يقول لك انا نبدا نحكي في البلوتوث، عندي البلوتوث نتاعي في الكهرباء، كي وقفني البوليس يقول لي عندك خطيه على خاطر انت تحكي بالبلوتوث. يا اخي البلوتوث فيه خطيه ولا ما فيش شك؟ هو رو اي وسيله معناها باش تشتت التركيز نتاعك على السياقه هي تعتبر مخالفه، اي خصوصا استعمالنا للهاتف الجوال. نعرف توا فما عديد السيارات الذكيه اللي فيها البلوتوث، وبالتالي البلوتوث يبدا مربوط مع الهاتف الجوال. انت لو فات راهو اللي انت نقز لك التليفون حتى على الاكران نتاعك، انت كنت معناها يديك على الفولون، كانت عندك معناها فيزيون معينه، نقز لك التليفون اوتوماتيكمون هبط راسك انت فك اللحظه ولا لحظتين هذوكم، السياره ديجا هي مشات اشواط وهي خارج السيطره. وهذا علاش تقع العمليه ولا المخالفه هذه نتاع استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه، كو سوا بالبلوتوث والا لا. علاش؟ لان راهو حياتك انت راهي موجوده اون جو. احنا توا صحيح رانا الكل نتكلموا في الهاتف الجوال والكل عندنا مشاغل، انا واحد منهم راني نقول زاد على روحي انا واحد منهم، لاني يمكن انا جو سوي لو ميوز انفورمي على مثل هذه المخالفات، لان انا مارست معناها عديد الحوادث وعديد الحملات وعديد المخالفات اللي ليناهم في استعمالنا للهاتف الجوال هذا وفق العمل اللي كنت انا نقوم به. ولكن وقت اللي نعطيه نصيحه لمستعمل الطريق، راهو انا مانيش لو بون اكزومبل، انا راني نتكلم كيفكم، انت مواطن كيفنا تغلط، انا مواطن كيفكم بالاساس. ولكن انا كي نحط حياتي انا اون جو، وقت اللي نوقظ الهاتف الجوال نجم يا ما نهزش يا ناقف على اليمين في مكان انا نقدره اللي هو امن، نكمل المكالمه هذيك ومن بعد نعاود نقصد ربي. يا ما سي مراد راهي غريبه برشا الحكايه، سورتو فما ناس توا تسمع فينا اول مره يعرفوها المعلومه هذه. خلينا نسالوا عزه المخرجه نتاعنا. عزه، في بالك اللي كي تتكلم في البلوتوث في السياره نتاعك يشدك بوليسي نجم يعاقبك على استعمال الهاتف الجوال؟ جوستومون عزه باغ اكزومبل ما في بالهاش، والاكيد برشا من المستمعين يقول لك هي الكهرباء الذكيه عملت لنا البلوتوث باش نحنا ما نشدوش التليفون باش ما يقللش من التركيز نتاعنا. ولكن هي عملت لنا زاد كذلك البلوتوث وقت اللي احنا باش نستعملوا الهاتف الجوال، هاني قلت لك راهو معناها هو باش يشتت لنا التركيز نتاعنا راهو على السياقه كلكو بار. وهذا علاش معناها بالقانون يعتبر استعملنا للهاتف الجوال كسوسوا بالبلوتوث والا مش بالبلوتوث مخالفه. يا سيدي احنا نخليو البلوتوث على شيره ونحسب روحي انا غلط عطيت المعلومه، انت حط حياتك انت اون جو وقت اللي نوقز لك التليفون وانت ريت الكادرون تاعك هذاك، على خاطر راهو التليفون ما تعرفش عليه شنو الضغط اللي فيه، انت شنو الضغط اللي عندك في السياقه، معناها باش تخرج انت نقطة A إلى نقطة B. ساعات راهو نعرفوا زاد افيك لا سيركيلاسيون اللي موجودة، وهذا اللي احنا قادمين عليه معناها انطلاقا من الأسبوع القادم، واللي باش نلقاو الضغط معناها نتاع وليداتنا اللي باش نوصلوه من المكتب، الضغط نتاع العمل، الضغط نتاع السيركيلاسيون، هذا الكل ناخذوه بعين الاعتبار، نحطوا حياتنا احنا وحياة اللي معانا احنا في السيارة، حياتنا احنا اون جو. مش عارف اللي راهو توا معناها الكلام هذا باش نلقاو فيه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، باش نلقاو فيه عديد التفاعلات ومحلاهم التفاعلات هذوما، لأن احنا في الآخر نحكيو على شأن يومي، شأن اللي هو يهمنا كل يوم، وياريت معناها ناخذوا العبره من الحاجات البوزيتيف، من الحاجات اللي قاعدين نحكيوا عليهم، حتى تكون حياتنا وحياه غيرنا اللي هي اون جو تكون سالمه في استعمالنا للطريق كل يوم. وان شاء الله نكونوا زاد كذلك اعطينا بعض النصائح اللي يمكن في بعض الاحيان توجع شويه ولنا فيها فائدتهم هما. واضح سي مراد، باش نختموا معك سي مراد، العوده المدرسيه والاجواء والتحذيرات للكياسات، وباش نقلوا من الضغط خاصه تعرف غدوه بعد غدوه سي مراد نهار عظيم ونهار كبير، ديجا دوبل سيونس رجعتوا توا العوده المدرسيه، دونك نتصور انفيرنال الحكايه باش تكون. هو باش يكون استكمال معناها للعوده بنظام الحصتين بالعوده المدرسيه. يمكن احنا قعدنا جمعتين كي شويه كي نروجوا شويه في الطريق، دونك لقينا كالكو بار زاد ليزون بوتياج، ما فيش شك زاد يلزم نعطيو المعلومه لهنا زاد وزاره التجهيز اللي هي على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمه فتحت لنا لي تروازارتير اللي هما كانوا اللي باش يوصلونا معناها المحاولة ولات هذه، واللي باش يخفوا شويه الضغط زاد كذلك على المداخل نتاع تونس العاصمه. صحيح زاد بالنسبه للعوده المدرسيه واللي هي سنه تتزامن مع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، وزاره الداخليه زاد كيف بعديد الهياكل نتاعها، ولهنا نخص المرصد الوطني لسلامه المرور واللي كالعاده معناها برمج عديد الحملات التحسيسيه على مستوى عديد الولايات بالتعاون مع اللجان الجهويه للسلامه المروريه. طبعا وقت نقولوا اللجان الجهويه لان هي التمثيليه الجهويه على مستوى الولايه،
ونلقاو فيها عديد المتدخلين من ضمنهم وزارة التربية ووزارة التجهيز والوحدات الأمنية الجهوية. طبعا باش تكون هناك حملات على مستوى مداخل المدارس، وكما قلنا في الأسبوع الفارط هناك زاد حديث الحملات اللي هي معناها باش تكون فما في المداخل الثانوية للمدارس. وقلنا احنا كنا عطينا بعض النصايح اللي حتى في صورة ما يكون المدخل ولا المدرسة اللي تفتح على الطريق ماذا بينا تفتح على طريق جانبي وتكون هي بعيدة شوية معناها على الطريق، وهذا ما أخذ بعين الاعتبار. طبعا ما نسيناش زاد كذلك لي بارير اللي هما معناها تكفلت بهم عديد المؤسسات البلدية وعديد الإدارات الجهوية للتعليم. ما فيش شك زاد السرعة اللي هي بالقانون معناها قرب المؤسسات التربوية واللي هي مقننة ب 30 كيلومتر في الساعة. ما فيش شك زاد كيف نزيدوا نعطيوا بعض النصائح للمصالح البلدية حتى يكون التهيئة معناها متاع مثل العلامات هذه تكون واضحة، لأنه السائق وقت اللي يكون هو موجود في طريق معين ما يعرفش اللي فما هناك مدرسة، وبالتالي يزم ألمه وإحنا ونمو معناها نعطيوه العلامات هذيك اللي فما مدرسة معينة في طريق معين قبل مسافة معينة. ما فيش شك زاد مخفضات السرعة تعاون، ولكن هذه راهي كلها آليات وين باش تهزنا، باش تهزنا للحفاظ على وليداتنا اللي هما قاعدين يأموا مقاعد الدراسة. نعرفوا فما عديد الأولياء اللي عندهم وسائل النقل يوصلوا بها وليداتهم، والعديد من الأولياء الآخرين زاد اللي كذلك يمشيوا ترجلا، فبالتالي ماذا بينا زاد كيف ناخذوهم بعين الاعتبار حتى تتعدى العودة المدرسية، وعلاش لا السنة المدرسية الكل تتعدى في أمان. طبعا ما يلزمش تكون هناك حملات معناها موسمية، إن شاء الله تكون الحملات معناها دوريا على مستوى هذه المدارس، وعلاش لا زاد كذلك ما تكونش هناك نصايح دورية على مستوى إيفام نعطيهم لوليداتنا اللي قاعدين يأموا في مقاعد الدراسة، وبطبيعة الحال المسؤولين الجهويين على المدارس هذه كسوة وزارة التربية وإلا الهيئات الجهوية، حتى معناها نحافظوا على وليداتنا اللي هما فلاذات أكبادنا واللي هم باش يكونوا زاد كذلك رجال المستقبل النهار إن شاء الله. أكيد، شكرا، يعطيك ألف صحة سي مراد، ميرسي بوكو، برشا نصائح برشا معلومات جديدة، شرفتنا بحضورك نورتنا سي مراد، يعطيك ألف صحة وإن شاء الله مولدك مبروك. إن شاء الله بارك الله فيكم، إن شاء الله مولد مبروك للي يسمعوا فينا الكل، وإن شاء الله عطيناهم الإضافة، وإن شاء الله كل عام وهم حيين بخير. عايشك دبا دبا في الكايس توا سي مراد. إن شاء الله ما عنديش باش نزيد. نحن دونك بعد شوية تتعايدة بن مالك تطلع علينا كالعادة بصوتها المزيان هذيك، ونحكيو على المولد، على أجواء المولد قبل والجيران وكل مودة بين الجيران، هكا ذوق عسيتي ونذوق عسيتك والصحفة ما ترجعش فارغة، هذيا اللي باش تحكينا عليه تتعايدة بن مالك بعد الفاصل، فاصل صغير ونرجع معكم. العدسة في العصيدة قاعدة طيب ولا طيبت ولا مبعد كيفاش الأمور؟ والله يا بنيتي أنا مقاطعة الحقيقة. هاي لكن ما فما العصيدة غدوة الصباح، غدوة الصباح باش تعمل عصيدة عربي صح بالسميد زادة مش بالفارينة الأصلية العادية العادية بالسميد، غدوة الصباح تشيش عسل تشيش زيت، واللي ما يحبش الزيت يحط تشيش زبدة. هاي وكاهو يا ربي وليك الحمد كليناها حتى اللي نشبعنا. اي والله اي والله كليناها حتى اللي نشبعنا ويرقص ونعملوها. ونحييك على الموقف نتاعك اللي انت مقاطعه على خاطر الزبون غلي برشا. شوف 60 اي 60 راهو اي 60 دينار يا اختي باش طيب زقوق وكاهو في الماء وكاهو، لا سكر لا فرينه لا حليب لا شيء لا كريمه لا عظم. اي 60 دينار ونهار الاثنين باش يصبح ب 30 دينار جوست بعد المولد وبعد المناسبه. اي اي ايش بيه طيب، هو له فرض له سنه المولد. اي اللي هبش نحكي المولد هو جاء مع الدوله الفاطميه. ما هما شيعه. جاء معاهم المولد شو يعملوا؟ يحتفلوا به. ما كانش عندنا في تونس جمله جمله جمله. هذه العصيده زكوكو في العالم اجمع ما عندنا كان في تونس، خاطر هو يطلع وحده في جبل في الشمال تاع تونس. هذا وقت جات الدوله الفاطميه جابت المولد سنه المولد النبوي يعملوا له احتفال، يعملوا يطيبوا عصيده يطيبوا يعملوا حلويات يعملوا حاجات. بعداش الدوله الفاطميه خرجت من تونس مشت لمصر. هكا ولا لا؟ كيف شفت مصر مصر ولا تحت تفني به، يعملوا كل العرايس الحلوه ويعملوا الحلو ويعملوا اما هما يزينوا ويخرجوا اولادهم نهار المولد اكثر من احنا، احنا نعملوا العصيده ونفرقوها هكا هو هما يحتفلوا به بعد. بعد جات
الحرب هذيك حرب علي بن خذاهم هذيك اكل المقام هذيك اكل الثوره هذيك بعد هو جات المجاعه جماعه الشمال جاءوا برشا والجيش وكل شيء باش يعملوا لهم نحوف الصنوبر هذاك اكل هذاك ويطيبوه ويعطيه لاولاده باش يغبيوه خصوص البيبيات فهمتني ما عادش فما قمح ما عادش فما حتى شيء يطيبوا هذاك ويعطيوا لاولادهم يبطلوا فيه. بعداش بشويه بشويه نقول لك عام 35 عام هكاك رجعت العصيده ولات في تونس تعمل زقوق. لين وليت عاده بشويه بشويه. ولات عاده بشويه بشويه حتى ولاد شكون ما يعملش عصيده زقوق. الناس الكل تعمل عصيده زقوق. وليت عصيده كبير وغالية وقاوق وشكون ما يقضيش وغالية يا بنتي رانا كنا نشوف كيلو زقوق ب 3000 باهي ما كانتش الدنيا غالية هكا وباهي ما كانتش الشهري غالية أنا ب 3000 فرانك كيلو زقوق راهو نشريو ما فماش دار تعمل أقل من زوز كيلو خاطر كنا نفرقوا برشا بيه جوستومون تاتا هذايا شنيا نحبك تحكي لي احكي لي على الأجواء قبل وأنت خاصة أنك يا صبية في دار بوك شو تتذكر تاتا أنا خاطر اللي نعرفوا لي حتى من الجيران فما كلي هكا تودوا بعضكم احنا دار كبيرة دار عربي كبيرة وإحنا ومرت عمي هو فخارة وإلا عندنا نحاس صغيري كل واحدة حتى الطنجرة نحاس والكنون زعما الطيب في الجبيدة نتاعها كيما في عيد الكبير الطيب وزيد كيما نعملوا العصيدة يعطيونا شوية ونعدوا هذاك باش نتعلموا احنا يشاركوا الصغيرات معاهم الصغار الكل تلقى في الدار فما ثمانية عشرة صغار بكشي انت شوية لا هذيك ولدت وهذيك ولدت وهذيك هكا كيفاش كل واحدة كانونها وطنجرتها يا إما فخار يا إما نحاس وإحنا نطيبوا في العصيدة متاعنا والمغرفة ونبدأوا شادين لك الشقيلات الصغيرات كنتوا تاتا تفوخروا هكا خاصة الكبار عصيتي أين جيت أبن أين جيت خير كنت شوف إحنا صغار تعرفوا عصيتي أبن تقول لا عصيتي يبدأ بابا يزوق لا يروح لعزيزي لا 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 عصيتي يبدأ يرضي فينا الكل لا 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 عصيدة هذيك أبن هذاك عصيتي أبن أما بعداش وبعد هذيك الشقايل يتعباو ونذوقوا بعضنا الجيران الكل مش الجيران والمالي نمشيو مثلا من باب القواس نمشيو للحفير باش نهزو خالتي نمشيو من باب القواس لباب الخضراء باش نهزو لعمتي فهمتي كيفاش معناتها مش وتجي الشقايل وتبدا الشقاله والمنديله والشقاله تحتها صحن باش ما يتعملش باش ما تدردعش مش في صحفه لا الصحفه هذيك نحطوها في صحن من اللوطه على خاطر الصحفة وحدها تتبدى نحطوا صحن ونحطوا فيه الشقالة والشقالة بعد تحطوها في منديلة الشقالة الكل ونبداو من دار لدار نهزوا العصيد لا عصيد فلانة لا عصيد فلانة أقصى سكر لا عصيد فلانة خير ونبداو شكون كريمته خير شكون لا هذه جارية لا هذه وكي تهز صحفة تاتا تروح بصحفة زيد أنت اللي يجيبوها لك لا ما يرجعوكش بالصحفة هما يجيو يجيبوا لك الصحفة وانت بعتها مع بنتك بعتها مع ولدك الصحفة فهمتني وهما يبعثوا لك مع بنتك ومع ولدك ولدهم يبعثوا لك الصحفة نتاعك وكان ما تبعثش تنسى معيب تاتا هكا لا ما لا لا ما فماش ما تبعثش وخصوص كل العائلات والجيران ما تنجمش لا تقول لا لا لا, لا بيا انت عصيتك يابسه لا تتقص بالسكينه خيط لا انت لا انت عصيتك جاريه اي في بعضنا لا 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 انت عصيتك جات تقول الله غالب ما نعرفش كيفاش جات جات تقول لا الله غالب فهمتي نبداو لا عصيت بس لان اخي نبداو نضحكوا نلعبوا مع بعضنا مش فماش خش تو كل شيء يغششهم كل عصيتك مثلا مش باهي تقول كل لا لا ديما النية خايبة يسبقوا النية الخايبة اي 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 ونبداو مماتي شو اللي تحط مماتي بنت المستيري يا مماتي يمي نعيطوا لها ومش لي شو حتى اللي كتقول لها لا ما تزيديش الماء وتبدا قاعده الكنته لا ما تزيدش الماء لا ما تخش الماء بتاع السارينه لا الماء بتاع الزقوق وهذا كركد هذاك تعمل به السارينه فهمتي تبدا حتى مين بك الصغر هذاك تعلمنا على والدينا كيفاش نعملوا فهمتني والعصيده الكل والصباح ولا بد نعملوا عصيده سميد نهار المولد ويبدا رجل وقت
وقتها راديو بالضوء. وما ما فماش تقبل جار ولا جار ما تعملش العصيده، كلها تعمل. لا 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 لا, لا الكل يعملوا، الكل يعملوا. قلتي انت بزوز كيلو يعملوا. شفت والله جبت كيلو راس بنتي خاطر نفرقوا برشا. اي هذاك علاش. نفرقوا برشا. اي. برشا نفرقوا معناتها شقايل وشكون ما تنجمش تعطي شقاله صغيره كيما توا ذوقه نتاع غرفه مغرفتين والحقتين تعرفت المغرفه والحقتين توا لا ولا بد صحفه بالكدا تتعطى بالكدا هذاك علاش نطيبوا برشا. عيشك يفضلك ميرسي وقت الاخبار مولدك مبروك محليك يا تاتا رافقتنا في الصيف الكل تعلمنا منك برشا نحبوك برشا ميرسي بوكو شكرا تاتا. دونك كنت معنا تاتا عايده بن مالك كنت تحكينا على اجواء المولد قبل خاصه انك الموده بين الجيران كي وكل يجي بحذنا توت سويت هيفا للاخبار ونرجع معكم في ساعتنا الثانيه من غراس ماتيني.